يحتفل السودانيون ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التواصل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية للانتقال إلى الحكم المدني في البلاد. ووقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدد فترة حكم الانتقالية مدتها 39 شهرا. وخيمت الأجواء الاحتفالية على البلاد التي استقبلت العديد من الشخصيات الأجنبية بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة.